أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. ضيفنا اليوم أيها الأخوة هو الدكتور سعد البازعي، أستاذ الأدب في جامعة الملك سعود. حياك الله يا دكتور. الله يحييك دكتور. سأبدأ من أطروحة كثيرا ما تناقش، وهي دور المثقف في العالم العربي. قرأت لك حوارا تتحدث فيه عن أدوار يجب أن يقوم بها المثقف في مجتمعه. في تقديرك ما هو الدور الذي يجب أن يقوم فيه المثقف؟ موضوع كبير طبعا، ولكني أعتقد أنه من الممكن تلخيص هذا الدور في مسألتين. المسألة الأولى اللي هي تحليل الواقع واستشرافه و يعني فهمه أكثر وتقديمه للآخرين برؤية مستبطنة وواعية. شلون مستبطنة؟ مستبطنة لحقيقة هذا الدور، يعني أو لحقيقة الواقع المحيط، يعني تغوص في باطن هذا. تغوص في باطن، نعم، وتفهمه من الداخل وليس من السطح. هذا جانب. الجانب الآخر، وأعتقد أنه لا يقل أهمية، اللي هو اتخاذ موقف تجاه هذا الواقع الذي تم استكشافه وبحثه وتحليله. الحين أول شيء اتخاذ رؤية مستبطنة. نعم. زين، وبعدين اتخاذ موقف. بالضبط. يعني خلينا ما نركز على مستبطنة. أنا أعتقد أنه رؤية محللة وتحاول فهم هذا الواقع، وبعدين تتخذ موقف منه، يعني بناء على هذا. اي نعم، بحيث انه لا يكتفي. هذا طبعا دور الاكاديمي. يمكن الدور الاول هو دور اكاديمي لحد كبير، اللي هو الاكاديميين عاده يخافون من اتخاذ مواقف. الاكاديمي غير المثقف في تقديرك؟ الاكاديمي نوع من انواع المثقفين، يعني المثقفين انواع مختلفه. ليش يخافون؟ وليس بالضروره الاكاديمي مثقف بالمناسبه. ليش يخافون من اتخاذ مواقف؟ يخافون اعتقد بسبب اطلاعهم المعرفي ومخوفهم من أن يقولوا ما ليس دقيقا أو ما لا يتفق مع الواقع، لأنه إصدار حكم بالنسبة للأكاديمي يشبه يعني دور القاضي في إصدار حكم. يعني لا بد أن يتثبت، لا بد أن يتأكد. عند البعض تأخذ هذه الصفة مبالغ بها، يعني تصل إلى حد أنه العجز حتى عن اتخاذ موقف. أنت يا دكتور سعد أكاديمي، نعم، أنت حتى كنت رئيس قسم في جامعة الملك سعود، تخاف من اتخاذ مواقف كمثقف؟ والله أرجو أني لست من هذا الصنف، وربما أنه اتخاذي مواقف هو الذي أتعبني إلى حد ما، وأتعب البعض معي. لأني وش المواقف اللي اتخذتها وأتعبت الباقين معك؟ يعني في قضايا كثيرة مطروحة، يعني قضايا التي تناقش اليوم في مجتمعاتنا العربية، قضايا تمس الثقافة العربية بشكل عام، قضايا تمس مسائل تخصني أو تهمني بشكل خاص. بس هل المواقف يجب أن تكون مواقف عامة ولا مواقف أكاديمية؟ لا، أنا أعتقد أنها ينبغي أن تكون مزيج. أنا أعتقد الأكاديمي يمتلك خاصية قد يفتقدها أو يفتقر إليها المثقف غير الأكاديمي. الأكاديمي لديه سلاح العلم، سلاح العلم الموثق الدقيق، وهذا يميزه بالتأكيد، لأنه لا يصدر عن معرفة سريعة وتستجيب للمطالب لمطلب الجماهير والمتعلمة. طيب دكتور، خلينا نقرأ إجابة لك في هالإطار. كانت في مقابلة أجريت معك في موقع الإنترنت في 28/10/2004. قلت دور ما يلي: دور المثقف في الأحداث المحيطة ودوره في نشر الثقافة دوران متداخلان، بمعنى أن أحدهما يفضي إلى الآخر أو ينبع منه. الأساس هو الدور الثاني لأنه أشمل، اللي أنت تكلمت عنه قبل قليل. وفي تصوري أن إحدى الإجابات على السؤال، أي في دور المثقف، أي في توصيف دور المثقف، هي أن على المثقف أن ينشر تلك الخصائص التي صار بمقتضاها مثقفا، وفي طليعتها إيمانه بمشروعية التفكير المستقل والمؤسس على قدر كاف من المعرفة المنضبطة، بالإضافة إلى قناعته الأساسية بضرورة اتخاذ مواقف تجاه الأحداث والقضايا مبينة على المشروعية المشار إليها إذا استطاع المثقف أو من تنطبق عليه تلك الصفات نشر ذلك. كان من الطبيعي أن يتخذ مواقفا تحتذى تجاه القضايا المطروحة، ومن أهمها في الوقت الحالي قضية فلسطين والعراق. هذه يعني دكتور بصراحة كأنه محاولة نزوح إلى السلبية في اتخاذ مواقف.
يعني معك حق انك تنظر لها من هالزاوية، وانا اعتقد انه في ناس يعني سينظرون اليها من هذه الناحية. هنا يبرز الحرص الاكاديمي على عدم الزج باراء غير مختبرة وغير دقيقة في الساحة. واعتقد انه اي ساحة ثقافية بحاجة الى نوعين من الآراء، يعني هو هي دائما تمتزج يعني أو هي مزيج لهذين النوعين. النوع الأول اللي هو الآراء السريعة والمواقف الحادة، وهذول وظيفة مين؟ المثقف؟ هذه وظيفة يمكن المثقف اللي يعمل في الصحافة في الإعلام، لأنه تحت ضغوط مستمرة لاتخاذ مواقف، لأنه يعني ما يمكن نجلس ونخلي القضية تستنى ونروح ندرسها ونسوي عليها بحث. ولذلك هو ضروري، هو ضروري. لكن أعتقد أنه ينبغي أن يرفضه أيضا أحد يكون أكثر تعمقا وتحليلا، لأنه من توازن هذين يخرج عندنا ثقافة يعني أو معرفة أكثر موثوقية. عشان كذا أنت تقول يا دكتور إحدى السمات التي قد يتسم بها موقف الإنسان المثقف تجاه القضايا الكبرى هي عدم اتخاذ مواقف انفعالية مبنية على رؤية تحكمها العاطفة. فالمثقف نتيجة وعيه بصعوبة الوصول إلى الحقائق النهائية المحسومة في كثير من الشؤون الإنسانية غير متعجل إلى حسم الأمور. هذا تأكيد في نظر وجهة نظر الكثيرين للسلبية اللي يتميز فيها مثقفين في العالم العربي، بعدهم عن قضايا المواطن العادي، عدم التصاقهم بهموم الشارع. أنا أعتقد أنه ينبغي أن نميز بين المثقفين. لما نقول مثقف في العالم العربي ما نقصد بالمثقف، يعني عندنا شرائح مختلفة. يعني عندنا المثقف اللي يكتب في الصحافة بشكل يومي، وعلاقته في الصحافة ووسائل الإعلام بشكل عام توصل آراءه للناس، والمثقف الذي يؤلف كتب ويعتبر أقرب إلى الجانب الفكري. ما يقدر واحد يجمع بين الثنتين؟ أناس جمعوا بين هذه يعني، وأعتقد أنه أنت تتحدث إلى أحد الذين حاولوا أن أجمعوا بين هذين، لكن لابد من الاعتراف أنه من الصعب، لأنه أنه من الصعب، من الصعب لأنه من الإمساك من العصب الوسط يعني هو حلمنا جميعا، لكنه ليس متيسرا دائما. يعني أحيانا الأكاديمي يجنح إلى الجانب العلمي الدقيق المعمق. بس دكتور في مشكلة رئيسية، أنتم متهمين كمثقفين كأكاديميين بأنكم تتحدثون فيما لا يفهمه الناس. أنا وجعني رأسي وأنا أقرأ نص الكلام اللي قبل شوي، وأنا من عرض الناس. نعم. يعني أنا ماني بنخبوي.